الرياضية، أهلا بكم. 13 مليون يورو سيجنيها نادي العين الإماراتي لقاء إعارة نجمه عمر عبد الرحمن للهلال السعودي. مدة الإعارة ستكون موسما واحدا قابلا للتجديد، وجاء توقيع عموري بعد اجتماع مع رئيس الهلال سامي الجابر، إذ تفاوضا على حصة اللاعب من الصفقة بعد ضمان العين نصيبه منها. وأكد الجابر أن انضمام ابن 26 عاما إلى الزعيم مجددا هو بمثابة عودة اللاعب إلى بيته الذي خرج منه. وكان عموري قد رحل عن صفوف شباب الهلال قبل 12 عاما لينضم إلى فريق العين الإماراتي الذي كتب تاريخه معه. باسم جميع جماهير نادي الهلال، نرحب فيك في بيتك الأول. من هنا بدأت، والحمد لله أنك رجعت. احنا سعيدين بانضمامك، نتمنى لك التوفيق معنا، ونتمنى أن احنا نكون إن شاء الله يعني كسبنا لاعب ما في أدنى شك. عندك إمكانيات كبيرة، لكن جمهور الهلال ينتظر منك شيء كبير إن شاء الله بإذن الله، ونوعد إن شاء الله تقديم الأفضل إن شاء الله. ربنا يوفقك. هذا وفي أول تصريح لعموري بعد توقيعه عقد الهلال، يسترجع النجم الإماراتي ذكريات نشأته مع ناديه الأم. نستمع إلى بعض ما قاله في مقابلة عفوية مع القناة الرسمية لنادي الهلال خلال جولة في أرجاء النادي. جميع نجي هنا عشان نشوف فريق الأول. كان يوسف تميار، محمد شلهوب، كان يوسف نهائي. كنت مرة العصر، كانت هناك غرفة البرام، كان وياي طبعا هناك كان في جدار حاطين ارقام، كان يقولون لنا شوت عليه. كنا هنا كنا نلعب بطولات انا ونواف، كانت المدرجات هنا. وهذا الكاس اللي انت تعرفه كل 100 سنة مهوية، وهذا قدوتي في الملاعب محمد شلهوب. هذا عبد الله الدعية، صح؟ عبد الله الدعية. دخل تيبو كورتوا ملعب سانتياغو برنابيو للمرة الأولى كلاعب لريال مدريد. رئيس النادي فلورنتينو بيريز قدم الحارس الجديد لوسائل الإعلام بعدما وصل بصفقة بلغت 35 مليون يورو. كذلك شملت انتقال ماتيو كوفازيتش إلى تشيلسي لموسم واحد على سبيل الإعارة. ابن 26 عاما وقع مع الريال عقدا لستة مواسم ليحقق طلبه بالانتقال إلى العاصمة الإسبانية بهدف البقاء إلى جانب عائلته. اليوم حققت حلمي، وليس بمقدوري التعبير بالكلمات. كل من يعرفني عن قرب يعلم أنني عملت جاهدا يوميا للوصول إلى هنا. التوقيع مع أفضل ناد في العالم فخر كبير ومسؤولية أكبر، لذا أشكر إدارة ريال مدريد وكل من أسهم في نجاح هذه الصفقة. وأؤكد أن المهمة لن تكون سهلة. في كل محطة من حياتي الاحترافية قدمت الأفضل. لقد جندت كل طاقتي مع كل فريق للوصول إلى هذا المستوى. أعترف أمامكم بأن حلم الطفولة تحقق لحظة وقوفي على هذه المنصة. بات كيبا أرسيبالاغا أغلى حارس مرمى في التاريخ بعد انتقاله رسميا إلى تشيلسي الإنجليزي. الحارس الإسباني غادر فريقه أتلتيك بيلباو في صفقة بلغت 80 مليون يورو، وهي الأعلى قيمة في التاريخ. ابن 23 عاما وقع عقدا لمدة 7 مواسم بعدما قضى جل حياته في الشمال الإسباني. موقع تشيلسي رحب بلاعبه الجديد بعدما ودع حارسه البلجيكي تيبو كورتوا المنتقل إلى ريال مدريد لستة مواسم. جيران بواتينغ في طريقه نحو العاصمة الفرنسية. المدافع الدولي الألماني حسم قراره بالانتقال إلى باريس سان جيرمان في الأيام المقبلة بحسب الكثير من المصادر الصحفية في البلدين. ورفض مدافع النادي البافاري عرضا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، مبديا قبوله عرض بطل الدوري الفرنسي الطامح بقوة إلى إحراز لقب دوري أبطال أوروبا. وأشارت صحيفة لو باريزيان إلى أن إدارة النادي البافاري تسعى إلى التخلص من اللاعب بسبب تصرفاته في العامين الأخيرين. وقدرت الصحيفة قيمة الصفقة بنحو 40 مليون يورو. يستحيل تكهن بهوية بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكونها البطولة الوطنية الأقوى والأصعب في العالم. أكثر من مليار يورو صرفت النوادي على أمل سحب الكأس من مانشستر سيتي، والأخير يأمل كسر القاعدة والاحتفاظ باللقب. أحمد محي الدين.
لعبة كسر الأرقام القياسية أجادها مانشستر سيتي في طريقه إلى حصد لقب البريمير ليج في الموسم الماضي، أمر يتطلع فريق المدرب بيب غوارديولا إلى متابعته في الموسم الجديد، بينما أعدت غالبية الأندية صفوفها ولا سيما الستة الكبرى لأجل المنافسة وانتزاع الكأس. مدرب برشلونة السابق بدا واضحا في تحديد أهدافه ولخصها في جملة واحدة: أريد الهيمنة على الكرة الإنجليزية. الإسباني يثق بقدراته وبتشكيلته التي أحرزت اللقب على نحو مبهر، وأضاف إلى الفريق عناصر مميزين ولاسيما الجزائري رياض محرز. أبرز المنافسين لغوارديولا سيكون الألمانية يورغن كلوب الذي جهز ليفربول على أكمل وجه في سبيل تحقيق اللقب الأول للريدز منذ 3 عقود. وصف بطل أوروبا كان الأنشطة في سوق الانتقالات، إذ أنفق نحو 200 مليون يورو على صفقاته، وكان أبرزها ضم الحارس البرازيلي أليسون ومواطنه فابينيو ولاعب الوسط نابي كايتا. يعول كلوب على سجله القوي ضد غوارديولا، إذ تفوق عليه 3 مرات في الموسم الماضي. القطب الثاني للمدينة الشمالية مانشستر يونايتد يخشى موسما صعبا للغاية. حالة تململ تسود اللاعبين بسبب المدير الفني جوزي مورينيو وتعاقدات جديدة معدومة قد ينزف بعض نجومه ولا سيما الفرنسي بول بوغبا المطلوب في برشلونة الإسباني. ويأمل البرتغالي أن يصبح في وسعه الاعتماد على اللاعبين العائدين من المشاركة في كأس العالم عندما يستضيف ليستر سيتي في المباراة الافتتاحية للدوري. وحافظ توتنهام على صفوفه كما هي بقيادة المدرب الأرجنتيني ماوريتسيو بوتشيتينو، بينما سيظهر تشيلسي بحلة جديدة بعد التعاقد مع المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري الآتي بطموحات جديدة رغم التقشف في سوق الانتقالات. وللمرة الأولى منذ أكثر من 20 سنة لن يكون المدرب الفرنسي أرسين فينجر على خط الملعب خلال مباريات أرسنال. الغانرز سيكون في شكل جديد يقوده الإسباني أوناي إمري الساعي إلى مشروع جديد تتضمنه البطولات إلى جانب الاستثمار في الناشئين. عاجلا أم آجلا، نيمار دا سيلفا سيرتدي قميص ريال مدريد بحسب نجم برشلونة السابق ريفالدو. أحد أساطير الكرة البرازيلية أكد أن مواطنه سيقضي موسمه الأخير في الدوري الفرنسي قبل الانتقال إلى العملاق الإسباني. النادي الملكي ونيمار يحلمان معا بهذه الخطوة، ولكن تحقيق هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت. فيديو الحكم المساعد سيدخل رسميا المسابقات الإسبانية من بوابة كاس السوبر. اللقاء المرتقب بين برشلونة وإشبيليا الأحد المقبل سيشهد استخدام التقنية الجديدة في ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية. الاتحاد الإسباني أكد الخبر بعدما أجرت لجنة التحكيم اختبارات عديدة خلال الصيف في مدينة فالنسيا. رئيس الدوري المحلي خابير تيباس كان قد أعلن استخدام التقنية الجديدة ابتداء من الموسم المقبل، إشارة إلى أن المنافسة على لقب كاس السوبر ستكون محصورة في مواجهة واحدة للمرة الأولى، وستنظم للمرة الأولى خارج الأراضي الإسبانية. ريكاردو غاريغا مدد إقامته مع منتخب البيرو 3 أعوام إضافية. المدرب الأرجنتيني سيخوض مهمة تأهل المنتخب اللاتيني لكأس العالم في قطر. صاحب 60 عاما كان قد أعاد بيرو إلى كأس العالم في روسيا بعد غياب 36 عاما. يذكر أن الكتيبة البيروفية سجلت فوزا في العرس الكروي وخسرت مواجهتين ليغادر المنتخب من دور المجموعات. بكأس ليبرتادوريس وضع فريق كولو كولو تشيلياني قدما في ربع النهائي بعد الفوز على ضيف كورينثيانز البرازيلي في ذهاب الدور الثاني بهدف من دون رد. أنهى صاحب الأرض اللقاء لمصلحته بتوقيع لاعب الوسط كارلوس كارمونا في الدقيقة 38. الزائر البرازيلي فشل في إدراك التعادل، ولا سيما بعد متابعة المباراة من دقيقتها 54 ب10 لاعبين بعد طرد لاعب الوسط جابرييل. يشار إلى أن مدينة ساو باولو ستستضيف مواجهة الإياب نهاية الشهر الحالي. الفوز كان من نصيب بوكا جونيورز أيضا بفوز على ضيف ليبرتا الباراغوياني بهدفين نظيفين في المرحلة نفسها. العملاق الأرجنتيني افتتح التسجيل مبكرا بهدف رامون أبيلا بعد 7 دقائق على انطلاق المباراة. زميله ماورو زاراتي ضاعف النتيجة قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول. جمهور العاصمة بوينوس آيرس احتفل بعد الانتصار، وذلك قبل نحو 3 أسابيع على مواجهة الإياب.
إيقاف لمدة 6 أشهر مع غرامة بنحو 10,000 دولار هي العقوبة التي وقعتها وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي للتنس ضد الصينية بينغ تشواي بطلة الزوجي السابقة في بطولة ويمبلدون. اتهمت بانتهاك لوائح مكافحة الفساد بعد محاولة تغيير زميلتها في الزوجي بعد الموعد المحدد من أجل الانسحاب من منافسات ويمبلدون العام الماضي. ويعني الإيقاف أن بينغ المصنفة 20 عالميا في الزوجي و80 في الفردي لن تلعب حتى 8 نوفمبر تشرين الثاني، أي لا تقام بعده سوى بطولات صغيرة. نهاية نشرتنا الرياضية، في أمان الله.